المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه من هنا من دار الأطباء هنا في العاصمة السودانية الخرطوم مع دكتور أكرم التوم وزير الصحة الاتحادية. حقيقة البلاد مقبلة على عيد الفطر، والوزارة الاتحادية وكذلك الحكومة أعلنت إجراءات احترازية جديدة للتعامل مع جائحة كورونا، بما في ذلك تمديد الحظر لأسبوعين آخرين. إضافة إلى ذلك، في مثل هذه الأيام التي كان الشعب السوداني يستعد فيها للاحتفاء بالعيد، ولكن يبدو أن هذه الأيام ستكون مختلفة عن الأعياد المقبلة، كما هو الحال في السودان، أصبح مختلفا عن السنوات الماضية، كما هو الحال العالم نفسه أصبح مختلفا عن السنوات الماضية. أشير إلى أن هذا اللقاء يبث في تلفزيون السودان وفي كل القنوات أو في أغلب القنوات السودانية. دكتور أكرم التوم، حقيقة في الآونة الأخيرة بدأت الإصابات، معدل الإصابات يتصاعد بشكل كبير هنا داخل العاصمة وكذلك في الولايات، مما جعل البعض يعتقد أنه ومع الإجراءات التي اتبعتموها يعتقدون أنها غير مجدية، البعض يعتقد أن الوضع خرج عن السيطرة هنا على مستوى العاصمة الاتحادية وكذلك على مستوى الولايات. كيف تنسق الوزارة الاتحادية مجهوداتها هنا وكذلك المجهودات هنالك في الولايات؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا أستاذ لقمان، نشكر التلفزيون السوداني وكافة القنوات، وأبدأ بالترحم على شهدائنا وكل المرضى الذين توفوا في السودان من جراء ليس فقط الكورونا وأيضا من جراء اكتظاظ الخدمات الصحية بمرضى الكورونا، ومنهم زملاء، منهم أهل، منهم أقارب، صلى الله أن يتغمدهم الواسع رحمته وأن يشفي مصابين جميعا وأن يقدرنا حقيقة على إدارة هذه المعركة الكبيرة بشكل جيد. نحن في السودان الوزارة الاتحادية بتشتغل مع 18 إدارة صحية في الولايات، أهم حاجة أنه الإدارة تحت الولاية ذات نفسها تكون قادرة تدير وتنسق وتستجيب بشكل سريع طبعا. فدورنا نحن في الوزارة الاتحادية الحقيقة هو دعم الوزارات الاتحادية بما أحتاج، يعني ممكن أديك أمثلة بعد شوية يعني. فنحن ما بنقوم بالعمل نحن ذاتنا، لكن بندعم إدارات الصحة في الولاية بتقوم بالعمل الوقائي والعلاج. نعم، برغم هذه الجهود والتي من الواضح أنها تهدف إلى ضمان سلامة المواطن وكذلك ضمان سلامة الكوادر الطبية العاملة وكذلك توفير بيئة جاذبة، بيئة صحية لهذه الكوادر الطبية كي تقوم بهذا الدور، ولكن هنالك أمثلة يذكرها المواطن، مثلا هنالك تباطؤ يقولون في حالات الفحص، إذا بلغ مواطن أنه يريد فحص ربما يأتيه الفحص بعد 4 أو 5 أو 6 أيام، إذا ظهرت النتيجة تأتي النتيجة بعد 8 أيام، وربما خلال هذه المدة ربما قد يموت أو تتطور حالة المريض وتتضعف. بعض الولايات ليس فيها أكسجين، هنالك مريضة في ولاية من الولايات يعني أخذوها إلى 4 مستشفيات لعدم وجود الأكسجين، توفيت تلك المريضة ربما لسبب ما أو لسبب آخر. ألا يشكك، يزيد هذا من شكوك المواطن في قدرة الولاية الاتحادية وكذلك عمليات التنسيق بينها وبين الولايات الأخرى في الاستجابة للمواطن؟ هي الرد الفعل الصحيح لجائحة زي دي عملت دمرت دول كثيرة، إنه تكون ما فيش أصلا حاجة اسمها اتحادية ولائية، وإنه الناس بتشتغل بالتنسيق. دار أذكر إنه يعني حجم الكارثة دي قاعدين نتكلم عن إنه نحن مستعدين أو محاولين نستعد، وإنه نحن ورثنا نظام صحي منهار، الناس بيفتكروا إنه كأنما أنا بعلق في شماعة كأعذار، يعني ما بنتعذر إحنا، لكن كثير من ولايات السودان قبل ما تظهر الكورونا دي أصلا الأكسجين الموجود فيها كان يا إما قاطع أو ما في أصلا نظم بتاعة أكسجين، وكانت الحالة بتاعتها نحن يا دوب بدينا كان خطة إسعافية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرافق الصحية عشان نعيد فتحها.
استغلينا الحقيقة النفرة اللي حصلت أيام الكوليرا وأيام الأمراض الثانية، وبدعم يعني كريم جدا من كثير من السودانيين ومن الأجانب المنظمات الأجنبية، قدرنا نعيد تشغيل بعض المرافق الصحية، لكن ما كلها، ما في كل السودان. الجائحة تحت الكورونا انتشرت سريع جدا، فبقينا نحن جائحة جات في على في عقب أزمة دواء، أزمة دواء طاحنة. يعني الأسبوع قبل ما تعلن أول حالة بتاعت كورونا كان في اجتماع كبير جدا في مجلس السيادة، مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، حول أزمات، يعني ما أزمة واحدة، أزمة اقتصادية اللي كان انعكاساتها في السلع الأساسية الدواء والخبز والوقود. فبطبيعة الحال إنه لما تجي الكورونا يكون في رد الفعل المحلي والقومي لها، ما حتكون جات في ظرف طبيعي، لا اقتصاد طبيعي، لا معيشة الناس، ولا وضع بتاع خدمات صحية طبيعية. الحاجة اللي انت قلتها نقطة مهمة جدا، انت لما يكون عندك إغلاق كامل في ولاية وانت شايف انه الولاية لسه الأعداد بتاعتها بتتزايد الحالات حتى بعد 3 أسابيع بتاعت قفلة، لكن في نفس الوقت شايف الضعف في تطبيق وتنفيذ هذا الإغلاق، تقوم تخليها كله ولا بتقوم تزيد الإغلاق، تساعد في الحزم في التنفيذ بتاع الإغلاق وحظر التجول، تساعد في توصيل المعينات اللي يفترض انها تصل لكل أسرة ما قادرة تجيب أكل عيش، يعني بتشتغل قوت اليوم باليوم، انك تتأكد انه الخدمات والاستثناءات الموجودة شغالة، وتتأكد ايضا انه الاستثناءات ما بالعدد الضخم ده بحيث انه الشارع يكون ماشي عادي، وتوقف الأسواق وتوقف الباعة الموجودين وغيره. لأنه لما يكون عندك إغلاق أدى استمرت الحالات فيه وتتزايد، أنا مثلا أكاد أجزو منه لو ما كان في إغلاق كانت الأعداد حتتزايد بشكل أكبر، فإنت عملت الإغلاق الأعداد زادت لكن ما بالقدر الضخم. لكن لو أنت حس قدر تمشي لقدام، عشان كده وصينا بأنه يتم إغلاق ويتم حسن تنفيذ لهذا الإغلاق بواسطة المرافق تحت الدولة الثانية في الولايات وفي ولاية الخرطوم تحديدا، وأيضا بواسطة الحواجز. يعني أنا في تقاطعات بيت بلقى بمشي فيها ما بلقى أي حواجز، فأنا أفتكر أنه هي مدعاة لأنك تحسن ما لم تحسنه من قبل، وذلك هو أدعى. يعني من يذهب ويتجول داخل مدينة الخرطوم لا يحس مطلقا أن هنالك صرامة أو أن هنالك قواعد في تطبيق هذا الإغلاق. إذا استمر مثل هذا الحال، كيف تعتقد أن ذلك سيساعد جهودكم أنتم في تقليل عدد الإصابات بسبب الحظر الذي أنتم ناليتم به كواحدة من استراتيجيات الوقاية؟ هل لديكم مشكلة مع بقية الأجهزة في الدولة لتنفيذ هذا الإغلاق؟ نعم، توجد بعض الدول وبعض المجتمعات وبعض النظم الصحية في العالم قاست مقدار تقليل الزيادة الموجودة في الوباء بعد فرض إجراءات وتدابير معينة زي الحظر والإغلاق الكامل، ما لقيت إن في أثر كبير، فقامت كفرت بالفكرة نفسها بتاعت إنه ما تعمل أي تدابير وخلي الحالة زي ما هي. إحنا مع الأغلبية بتاعت الدول في العالم اللي بتفتكر إنه هذه التدابير مهمة، وكثير منها اللي ندمت ما عملتها في المراحل الأولى من الوباء زي ما السودان عملها، ولما الناس كانوا بيتكلموا عن إنه أصلاً الوباء ده إشاعة ساي وكذا، إحنا عملنا هذه الإجراءات والتدابير من البداية، إغلاق المطارات، المعابر، السفر بين الولايات، إغلاق المدارس والتعليم والجامعات، وحظر تجول الجزء كان 12 ساعة 6 ل 6. وبعد ذاك لما دخلنا على الإغلاق الكامل كنا متوقعين إنه ماشيين نحن لسه أمام هجمة الوباء نفسه. للأسف الشديد هذا التراخي في تنفيذ الإغلاق، وكانت عنده يعني آثار واضحة وزي ما قلت بتمشي أماكن كثيرة، ما تعتقد إنه في، ما تفتكر إنه في إغلاق خالص مقرر. فنحن نفتكر إنه ده بيخلينا نشدد من تنفيذ هذا الإغلاق، ونتأكد إنه الآثار بتاعته الاقتصادية والاجتماعية تأكدنا من إنه نحن قادرين نخففها على المناطق. ولكن من الذي ينبغي أن يشدد في تطبيق هذا الإغلاق؟ لستم أنتم هنا في وزارة الصحة؟ مؤكد القوات النظامية والأجهزة التي لها سلطة العالمية. هناك جهود تبذلونها تتحدثون نعم. معهم لأنهم وهل وجدتم وعود منهم؟ نعم، هناك التزام من قيادات الأجهزة النظامية والذين يشتركون معنا في اللجنة العليا للطوارئ لطوارئ الكورونا، والتي تجتمع تقريبا يوميا يعني برئاسة أعضاء من المجلس السيادي وأعضاء مجلس الوزراء وأيضا أعضاء من كافة القوات النظامية، ننسق بشكل دقيق جدا. ولهذه اللجنة العليا لجان فرعية، نحن في اللجنة الطبية، هناك لجنة خدمات، لجنة إيواء، لجنة تتبع، وتأتي هذه التقارير. ولكن
تشعر بأن هنالك القرارات تصدر والتنفيذ يعاني ما يعانيه. وتأتي اليوم القادم واليوم الثاني يعني تسمع نفس الأشياء اللي بتتم بتاعت إنه والله محاولين أصدرنا الأوامر أصدرنا التوجيهات ولا يتم التنفيذ ولا تعرف ما هو السبب يعني. الكوادر الطبية. نعم. هؤلاء أشخاص يذهبون إلى أماكن إلى مرضى يعلمون أنهم يعانون من مرض الكورونا مصابون بمرض الكورونا ويتعاملون معهم. هنالك كثير من شكى أن وزارة الصحة لم توفر لهم البيئة التي تحميهم كي يؤدوا دورهم الأساسي الذي يعملون من أجله. هل ذلك صحيح؟ قطعا ليس صحيح. قطعا لن نفعل كل ما يجب علينا أن نفعله. أولا حمايتهم من الاعتداءات. توجد مدينة في السودان تم الاعتداء فيها والتهديد بالقتل للكادر الصحي القاعد يعالج في المواطنين في كسلة يعني. هل قدرنا نحن كوزارة صحة إنه نحميهم؟ لا أبدا أبدا. تمت إصابات يعني أصيب بعض منهم. زملائنا الأطباء وكنت بتكلم قبل شوية مع زميلنا دكتور سليمان في الفاشر. زملائنا الأطباء والكوادر الصحية شغالين زي ما قلت ليل نهار بيعالجوا في الناس. هم نفسهم قاعدين يصابوا ورغم كل الألبسة الواقية والأشياء زي دي واردة برضو لسه الإصابة. بندعم نحن بإرسال المعينات والألبسة الواقية لكل مدير صحة في الولاية وبيدوره لازم ينزلها لكل مدير مستشفى عام في الولاية بتاعته وينظم الخدمات. فهنالك يعني سلسلة من المحاسبية يجب أن يتم تحليلها ومعرفة من الذي لم يظهرها. في بعض الأحيان وجدنا هنالك لسبب ما بعض هذه الأشياء مخزنة في مستشفى بينما الكوادر الصحية ما لاقيها في غرفة الطوارئ وغيره. في أحيان أخرى لقينا في المستشفى أصلا ما موجودة ومخزنة في مخازن الولاية. هذه الأشياء أصبحنا نرصدها بتحكم الكامل في الإمداد وصار الآن صندوق القومي للإمدادات الطبية المركزية هو الذي يستلم كل الهبات كل التمويل وكل ما يتم شراؤه من ألبسة واقية ويوزع بالاسم وبرقم التلفون وبالتوقيع لمدير الصحة تاع الولاية. ونستطيع في خلال دقائق أن نطلعك على أي قائمة بتاعت آخر أشياء وصلت. كل ما تطلب منا للولاية مثلا قبل شوية دكتور سليمان طلب مننا كميات إضافية بسبب ما يظنونه ويستمرونه في تقصيه بانتشار هذا الوباء في شمال دارفور. ولكن حتى رغم أنهم لم يتأكدوا بعض أنه هو السبب هو هذا الوباء لكن تحوطا نريد أن نرسل إليهم ألبسة واقية زيادة خاصة أنه عنده ثلاثة من زملائنا أساسا تم عزلهم وتتم رعايتهم الآن في عنبر العزل. فمن المهم جدا جدا أنه بعض الأصوات للأسف الشديد حتى في داخل هذه المعركة القومية اللي بتتضافر حول كل الجهود محاولين يصطادوا في الماء العكر ويقولوا وزارة الصحة ما عملت وزارة الصحة الاتحادية ما عملت. فيعني وزارة الصحة الاتحادية يعني ردا على سؤالك الأول الدورة المناضبية بتقدم الطريقة بتاعت علاج المرض أو الوقاية منه ورعاية المريض بطريقة طرق قياسية موجودة بندرسة بتقدم هذه المعينات من أدوية وألبسة واقية بتقدم التمويل بتساعد كل ولاية أنها تعمل الخطط. وحسا نحن بصدد يوم السبت أنه نكون انتهينا من الخطة بتاعت ولاية الخرطوم وبتساعد بأنها تدي كوادر فنية لكل الولايات دي عشان تساعدها في التخطيط وفي الاستجابة وبتأخذ المعلومات وبتساعد الولايات في تحليلها. بعد ذاك الشغل الحقيقي يقوموا بيه والله يا أخواننا وأخواتنا مدراء الصحة في الولايات. فنحن بنشتغل على أساس أنه ليس دور الوزارة الاتحادية إنها تمشي تنزل في ولاية وتشغل لها مرفق. لا بنخد نحن المعايير القياسية بعد تقديم الخدمة وبنتأكد من إنه الولايات عندها الموارد الكافية اللي تقدر تديرها عشان تتصدى بها لوباء زي ده. دكتور أكرم الحالات الصحية غير الكورونا ربما منذ أن بدأتم هذه الإجراءات للتعامل مع جائحة كورونا كأنكم أهملتم أو نسيتم كل الحالات الصحية الأخرى غير الكورونا. ربما هنالك إحصائيات تشير إلى أن معدل الوفيات بسبب هذه الحالات ربما هو أكبر من معدل الوفيات الناشئة بسبب كورونا. هنالك من يعتقد أنكم أخطأتم عندما ركزتم فقط على التعامل مع كورونا وتركتكم الحالات الصحية الأخرى التي الآن يعاني منها عدد كبير من السودانيين. أبدا لم نخطئ أبدا. لدينا حتى عملنا اليومي الآن
لا يختص فقط بالكورونا، يعني حتى منذ بداية الوباء في 12 مارس نحن في الثمانية أسابيع اللي فاتت دي شغالين بنشتغل مع مرضى الكلى، بنشتغل مع مرضى السرطان، بنشتغل مع أشياء كثيرة يعني، وبنشتغل حتى في الخطة بتاعتنا الوقائية للتصدي للتحضير لأمراض الخريف يعني اللي هو يعني بدأ حدوثه وهطول الأمطار فيه فعلا في بعض ولايات السودان. الحاصل إنه زي ما ذكرت قبل شوية نحن بندي كل ولاية الموجهات العامة أكفل العيادات الخاصة، لكن ما تكفل المرافق الصحية الكبيرة. عالج وأسمح بعلاج الحالات الباردة تحت الطارئة كل الطوارئ، ده كان التوجيه بتاعنا الأول، وحدد ونظم القطاع الصحي بتاعك أنت الحكومي والخاص على أساس أنك تقدر تعالج كل الحالات الطارئة. مدراء الصحة السابقين في الخرطوم هنا ده اللي ما قدروا أنه يوفقوا ما بين مرافق مستشفيات خاصة موجودة، مراكز صحية موجودة ممكن تخدمك في كشف الضغط تاع الدم، كشف السكري، المرأة الحامل الجاية إنها تعمل، شرحت الحاجة دي أنا قبل كده، إنه أنت ما تخلي زول أصلاً يضطر يمشي للمستشفى، لكن خد مراكز صحية عيد تشغيلها، ودي في نفسها هي عبارة عن شغل تنموي أكثر مما إنه هو شغل إزعافي، واستعمل المرافق الخاصة بتاعتك وبعض العامة، بعض المرافق العامة، بحيث إنه المريض اللي بيجاي بيشتكي من مرض آخر لسه يلقى العلاج بتاعه. هل هذا يشير دكتور أكرم إلى أنكم الآن تقولون للشعب السوداني أن هذه المرافق الصحية ستعمل بمعدل 100% كما كانت تعمل؟ لا لم نقدر نقول 100% لأني ما بقدر. أي معدل تستطيع أن تقول؟ هل هو معدل قد يكفي للاستجابة للحالات الأخرى غير الكورونا؟ من المؤكد أنه يوم السبت من 8 إلى 10 وبنحب ندعو الإعلام يقول معنا في قاعة الصداقة، وحننزل نحن هذه الخطة في الأسافير يوم الجمعة بحلول الجمعة العصر بكرة بعد بكرة، وخطة الولاية الخرطوم هذه هي المسودة الثانية لها، هيكون في نقاش حولها وهي موجودة على الشاشة، هيتم إجازتها. نحن بنتوقع إنه في خلال أسبوعين بعد ما يتم إجازة هذه الخطة، يعني في الأسبوع نهاية الأسبوع اللي بعد العيد، المواطن الماشي بحالة عادية بتاعت مرض سواء كانت نوبة أزمة أو ضغط مرتفع أو سكري منخفض أو مرتفع يلقى العلاج، يلقى المرفق بتاعه وكمان مشروح عليه وين يلقاه في هذا المرفق. يعني طلعت قائمة الليلة ما أظنها صادقة يعني بتاعت إنها مرافق صحية المفروض الزول يمشيلها في ولاية الخرطوم. نحن هنطلع يعني قوائم موثوق بها، والكوادر اللي بتكون موجودة هندعمها أكثر، ولقينا إنه برضو من أشكال سوء التنسيق السابق والإدارة في ولاية الخرطوم مسألة إنه الكوادر الموجودة قاعدة حتى رافضين مثلا يحسبوا لهم حاجة بتاعت الشدة، مثلا يحسبوا لهم الحاجة دي شدة، في شدة أكتر من كده، دي عبارة عن شدة. يعني لو في شرط جزائي في العقد بتاعي مع وزارة الصحة وأنا نائب حقه، أنا ده الشرط الجزائي بتاعي ده هو عبارة عن أقضي سنين معينة ما بعد ما أنتهي من التخصص بتاعي، طبقوا لي حصة دي منطقة شدة في حد ذاتها، أنا ممكن أموت يعني. الشيء الثاني إنه دايرين نطمئن الكوادر الصحية كلها خاصة المتصدية لحالات الطوارئ والكورونا وغير الكورونا، إنه التغطية بالتأمين الصحي هتبتدي إن شاء الله مباشرة، وإنه ماشيين وساعين في إننا نحن حاول نعمل ندي مرتب كامل للنواب، ومحاولين نحن برضو نوفق الأوضاع بتاعت الكادر الصحي من ناحية سكن مخصص له عشان ما يمشي إعادة الأسرة بتاعته، وأيضا فترة بتاعت عزل بعد ذاك حتى يرجع للأسرة بتاعته ويرجع تاني الدورة بتاعته أسبوعين أسبوعين أسبوعين. فهذه الأشياء هتبتدي تطبق وتنفذ ويشعر بها الكادر الصحي أولا والمرافق الصحية والمراجع لهذه المرافق في نهاية الأسبوع الأول بعد العيد. بعد ذاك هيبتدي المواطن يشعر، وإن شاء الله نقدر دية ومعها الجانب المجتمعي بتاع التزام قطاعات أخرى في الدولة من إنها توفر الدواء وتمويل الدواء، وتوفر أيضا الحزم في تطبيق الإغلاق الكامل ومنع التجمعات. بنقدر نحن لو عملنا الحاجات دي والمواطن بفتكر إنه التزم بهذه الأشياء بتاعت التواصل الخاص والإرشادات بتاعت الوقاية بعدم اللمس وعدم السلام وكده، بنقدر نحن نبتدي نشوف انخفاض مستمر مستديم. يعني الليلة كانت أو امبارح كانت 137 حالة اللي هي نازل منخفضة من الوقت اللي قبله، لكن الانخفاضات المؤقتة دي من عين لها انخفاض مستمر يشجعنا بأننا ماشيين في الطريق الصح. نعم. حاليا ما ماشيين في الطريق الصح. طيب
وذكرت كلمة الدواء، هنالك أزمة حادة في الدواء، وهذلك هنالك كذلك ارتفاع حاد في أسعار الدواء. هل هنالك إجراءات ملموسة تستطيع أن تقول للشعب السوداني أن الدواء سيتوفر وكذلك بأسعار قد تكون معقولة؟ نحن وفرة الدواء ووفرة الدواء ووجوده يتمتناول يد المواطن شيء من الأولويات في هذه الحكومة، وبالتالي وبالتشاور مع سيد رئيس الوزراء عقدنا لقاءات، آخر واحد فيها كان قبل يومين مع الإخوة والأخوات مصنعي الدواء المحلي في السودان، ووعدنا بعلاج أشياء محددة فيما يختص بتكلفة إنتاجهم لهذا الدواء أثرت وتؤثر على التسعيرة تحت الدواء. ألغينا قبل حوالي 3 أسابيع تسعيرة كان أصدرها مجلس الدواء والسموم من غير مشاورة الوزير، ونعتقد أنه ما كانت هي أفضل شيء بالنسبة للمواطن، فارتفعت أسعار أدوية كثيرة. جلسنا مرة أخرى وعندنا اجتماع بإذن الله بكرة لغاية من الساعة 10:30 لغاية 12:30، وحنعقد الاجتماع إن شاء الله في مجلس الوزراء مع السادة المصنعين ومع أجهزة وزارة الصحة الأخرى ومع وزارات أخرى لها دور في دعم الصناعة المحلية. بنفتكر، وأنا الليلة الصباح كنت في مجلس الدواء والسموم، بنفتكر إنه المقاربة ما بين التحليل وحسابات مجلس الدواء والسموم على إنه ما هو السعر الأنسب لهذا الدواء المنتج محليا السعر التجاري، وما بين ما طلبته بعض الشركات وطرحته كمقترحات هي للأسعار، بنقدر نحن نقرب هذه الشقة بالفهم بتاع إنه هنا يأتي دور الحكومة في إنها توفر الدولار للمنتج المحلي بالسعر الرسمي، وأن توفر الوقود بالسعر الرسمي، وأن توفر أو تحفي من الضرائب أو تحفي من الزكاة أو تحفي من فوائد الديون على هذه الشركات المنتجة، ونعتبرها من الرأسمالية الوطنية المنتجة، أن تعفيها بسبب وباء الكورونا لأننا نحتاج للدواء بتاعها. هل ترى هنالك مدى زمني لحدوث انفراج؟ أنا بتوقع أنه أساساً هو يعني جزء أساسي من التفاوض هو ليس فقط تقليل السعر ولكن أيضاً تحقيق الوفرة، لأنه يمكن لهذه الشركات أن تنتج الكميات الكافية للسوق في المكون التجاري. الوفرة حتكون في الجانب التجاري في الصيدليات، نحن ما قاعدين نتكلم حس عن الدواء الحكومي اللي بيحتاج لما لا يقل عن 70 مليون دولار في الشهر، ويحتاج أيضا لدفع متأخرات لم تكتمل بعد، ويحتاج أيضا هنالك مكون آخر يحتاجه الدواء بالنسبة للمستوردين، المكون بتاع الدواء الحكومي اللي بيستورد من الخارج، فهناك مبالغ والتزامات على الدولة أن تفي بها، وإن شاء الله حتفي بها لأن هذا هو الشعار الذي ما زال هو مرفوعا بأن الدولة تدعم الدواء كسلعة استراتيجية، ونحن متفائلين بالحاجة دي. نعم، وفي ظل هذه الأزمة وأنت تحت دائرة الأضواء يوميا دكتور أكرم، تتعرض لانتقادات في اتجاه الطريقة التي تقود بها العمل في وزارة الصحة، ووصلت حد الشكوى إلى رئيس الوزراء. لماذا في نظرك هذه الانتقادات، وهل أنت منزعج منها؟ هل أنتم؟ أنت منزعج من هذه الانتقادات؟ والله الانتقادات، نحن يعني خرجنا للعمل العام، وكل من يخرج للعمل العام يجب أن يتوقع بل يرحب بالانتقادات. ما يهمنا طبعا هو أن تكون انتقادات للصالح العام للمصلحة العامة، وليست عبارة عن حسابات شخصية أو مهاترات. يعني من المهاترات ليس من ذهبوا إلى القصر، ولكن من حاولوا أن يتهمونني بأشياء بصراحة مضحكة ولم أرد عليها نهائيا. يقال أنك لا تحضر الاجتماعات، ويقال أنك تقول أنك مريض، هل أنت مريض ولا تحضر الاجتماعات؟ نعم هذه حقيقة طبعا، أنني مريض وما زلت أتعالج حتى ليلة أمس من غضروف منزلق في ظهري. نعم، وإن شاء الله يعني أتمكن من أن أتغلب عليه، حأخذ إن شاء الله فترة العيد دي أرتاح شوية، ولكن لدي ألم في الغضروف، بدأ الحقيقة في شهر يناير وقعدت منه فترة، لكن على مدى 3-4 أسابيع الماضية كان عندي غضروف الظهر دي، وبتعالج له بحبوب هي نفسها بتخلي الزول يكون مدروخ وينوم كثير. فكلامهم صح، الناس بيتكلموا عن الوصول متأخر، ولكن يعني بينسوا دائما إنه الزول بيطلع من المكتب الساعة كم، يعني أنا زي المواعيد دي بكون عادة قاعد في المكتب لسه، وهم بينسوها الناس دي. لكن فيما يختص بأسلوب الإدارة نفسه، هذه ثورة سودانية متميزة وجاءت بكفاءات وجاءت بنضالات وبتضحيات قوية جدا.
إذا كان من ينتقدون دائما فيما يضعونه بيقولوا هذا الأسلوب ليس هو الأسلوب المعتاد للخدمة المدنية. والله الأساليب المعتادة أولا للخدمة المدنية في 30 عاما من النظام البائد هي أساليب نتمنى أن لا نطبقها، حيث كان هنالك الفساد، كان هنالك الاستبداد، كان هنالك التحرش، كان هنالك القرارات غير المدروسة والكذب على الجماهير. الشيء الثاني أنه إذا كان الناس يتحدثون عن تقاليد الخدمة المدنية السودانية فهذه التقاليد نفسها تستمر في التطور، والتقاليد والقوانين تتكيف مع الواقع وليس العكس. فنحن مثلا جينا، أنا جيت بترشيح من أجسام مختلفة، تعرضت لامتحانات، تعرضت لخطة مقابلات، جاءت بي كوزير، عرضنا نفس قادة الخدمة المدنية في قطاع الصحة في الولايات وفي المركز إلى نفس الإجراء ده. إذا كان هنالك من هذه الفئات الأخرى التي تنتقد أسلوب القيادة من يعتقد أنهم جاءوا بالمحاصصة، السجلات موجودة لكي يروا، وكل من جاء بما فيهم السيد الوكيلة جاء بالتكليف فقط إلى أن نعيد صياغة ونعيد نشر هذه الوظائف لتفتح لعدد أكبر. كثير طبعا من الناس اللي بينجيبهم يعني عندهم ظروف خاصة، عدد منهم كان شخصيات غير كفوءة في حد نفسها وأقلناها لهذا السبب. في 2 مؤخرا قادة أقلناهم لهذا السبب بعد نقاش معهم وبعد أن أقروا بأخطائهم. ونمرة 3 في أشخاص أيضا لا يستطيعون في زمن الكورونا أن يواصلوا، وأيضا هنالك أشخاص يريدون فقط العودة إلى حيث استقدمناهم للانضمام إلى أسرهم وغيره، وهذا طبعا شيء مقبول ومعروف يعني. فهنالك دائما ما يسمى بالهاي ستاف تيرنوفر أو الاستمرار في تبديل القيادات. هنالك أيضا ظروف محددة تتطلب نوعيات قيادة محددة. فمثلا بالنسبة لولاية الخرطوم نحن سعيدين وفخورين بدكتور حمدان، مصطفى حمدان، لقيادته لهذه الولاية التي تواجه كل التحديات التي تحدثنا عنها. قد يأتي وقت يصلح للولاية أشخاص آخرين، وقد يأتي وقت يصلح للوزارة نفسها أشخاص آخرين. فنعم، هل أسلوبي أنا أسلوب معتاد؟ لا، ليس معتاد. هل هو أسلوب لا يأتي بالنتائج؟ والله النتائج موجودة وسننشرها إن شاء الله، نشرنا نتائجنا لغاية ديسمبر، وبعد ديسمبر كانت هناك نتائج أخرى، تحكم في الكوليرا غيره وغيره. وإن شاء الله لما نجي يوم الحساب اللي هو ما عايزينه ينتظر لغاية يوم القيامة ولا نهاية الفترة الانتقالية، بل إن شاء الله في الأسبوع القادم بنكتب تقريرنا للسيد رئيس الوزراء وسينشر. نتمنى الناس ما تم إنجازه وما تم الإخفاق. نتمنى أن يمن الله عليك بشفاء العاجل. ذكرت أسلوب غير معتاد، حتما بعد 30 عاما من الممارسات كثير من الأساليب الإدارية قد تبدو غير معتادة، خاصة للمدارس الإدارية القديمة الموجودة، ولكنك مع ذلك تتهم بأنك تتخذ قرارات فردية ومتسلط، مما أدى في نظر الكثير إلى استقالة عدد من مدراء الإدارات. هذا هو السؤال قبل الأخير، إذا يمكن لك أن تجاوب عليه باختصار. نعم، في كانت هناك 5 أولويات في بداية هذه الفترة الانتقالية. إحداها هي تغيير شكل الحاكمية والقيادة الموجودة في القطاع الصحي الذي وجدناه، وتغيير أدوات وأساليب الإدارة. من إحدى الأساليب التي استنبطناها هي اجتماع فريق القيادة العليا في وزارة الصحة من كل المدراء وأمناء المجالس. هذا الاجتماع يتم أسبوعيا فيما عدا يمكن 2 أو 3 منذ بداية قدومنا في أكتوبر العام الماضي، منذ بداية قدوم الطاقم الجديد. يناقش هذا الاجتماع مسار الوزارة والخطط الداخلية والتشابك والترابط اللازم والإنجازات التي تتم في الإدارات العامة. ظن الكثيرين من هؤلاء المدراء بأن هذا الجسم هو جسم يستطيع أن يفعل أي شيء رغما عن السيد الوزير. فأنا قلت لهم بشكل واضح لبعض القيادات اللي استقالت ومع احترامي لموقفها، قلت لهم نعمل بالديمقراطية، ولكن هنالك هذه الأوقات التي سأتدخل فيها إذا وجدت فسادا، إذا وجدت عدم متابعة لقراراتي، إذا كان هنالك خطر محدق بمواطنين أو بكوادر أو بمديري في الإدارات، أو إذا كانت هنالك خطر لسلامة الأشخاص الموجودين في الوزارة، أو إذا كانت هنالك سمعة رديئة للوزارة ستترتب على شيء ما تفعلوه أنتم أو قررتموه أنتم، اللي هي الريبيتيشن الريسك.
وتلاقوا مستعدين أن أخذت عليكم فيما عدا هذه الحالات، نعم أفعلوا ما تريدونه، ولكن لنوضح التوقعات لتكون هناك خطط عمل لثلاثة شهور. كثير منهم ما عجبتهم الفكرة دي واستمروا في الاستقالة وشكرناهم، ويعني بيكون مسألة بتاعت أنه تضبط التوقعات بينك بينهم وبين المزير وبين الوزير وبينهم. السؤال الثاني برضو معلش، نعم. بس في مجلس استشاري مكون من ديسمبر، وكثير من الناس اللي بيتكلموا حسه في المذكرات الطايره يمين شمال دي بيقولوا انه الوزير يتخذ القرارات بمفرده وكذا. هذا المجلس الاستشاري الحقيقه استفدت منه جدا، فيه حوالي كم 20 من زملائي واساتذتي الاجلاء واحيانا ابنائي، لانه دخلنا فيه كوادر صغيره طلبتها انا من بعض الجهات. وهذا المجلس منعقد من نصف الثاني من ديسمبر، يستمر وينظر ويبحث ويقدم النصائح فيما يختص بالسياسات، والآن فيما يختص بوباء الكورونا مثلا بيقدم في نصائح داخل الوزارة باثنين أو ثلاثة من أعضائه بشكل مستمر وبشكل يعني مش بس مسموع لكن محترم ومقدر جدا من قبلي أنا ومن قبل السيدة الوكيلة، بل بيدعم مدراء آخرين. فأنا بستغرب منه، هل أنا عايش في وزارة غير العايشين فيها الناس دير، ولا بالضبط هو شنو ابتدي اصور يعني مثلا اعضاء المجلس دي هم منه وبيكونوا قاعدين منه، نزل القرار نزل في الاسافير نزل بكل المكونات بتاعته بالاسماء في الموقع بتاع الوزاره، الناس حقه يعني المهاترات بتاعته بخلوها تكون معقوله شويه. انا بعترف انا مختلف في اسلوب الاداره بتاعتي من ابو قرده، مختلف قد اكون من حتى بعض الناس اللي هم ممكن يكونوا عندهم اسلوب اداري مختلف مني، لكن وطنيين شرفاء، لكن هذا لا يعني اني بتفرد بالقرار، بل نعم. بالعكس أنا كونت هذه المنصات التشاورية. نعم، هذا يقودنا إلى السؤال الأخير. في وقت يحرص الناس على وجود توائم بين الأجهزة الثلاثة، قوى الحرية والتغيير، مجلس السيادة، نعم. وكذلك مجلس الوزراء، ظهرت بعض التبادلات ربما غير المحبذة بالنسبة لي أو المحبذة بالنسبة لشخصك من داخل مجلس السيادة، وهنالك من يقول أن هنالك خلاف ربما بينك وبين الدكتور تاور كذلك في مجلس السيادة، ماذا تقول عن ذلك في دقيقة واحدة قبل أن نختم هذا اللقاء؟ والله أنا يعني نحن دولة مؤسسات، نحن نكن للمنصب وللمنصة اللي اسمها المجلس السيادي كل الاحترام، كما نكن الاحترام للشخصيات الموجودة، وبروفيسور صديق تاور أخ وصديق وبنعتز به جدا لما يقدمه لهذه البلاد. لا نعتقد أن هنالك ظرف طارئ لا يأتي بحساسيات أو باحتكاكات غير محبذة، وإلا لما كان ظرفا طارئا. نمرة واحد. نمرة اثنين، في الديمقراطيات خاصة الوليدة منها فيما يختص بالمستوى السيادي والمستوى التنفيذي، حتى مثلا في ملكة بريطانيا قد أحيانا القضايا المشهورة يعني التاريخية حتى المذكرون تدخل فيما يختص بما يلي الملك وما يلي مجلس الوزراء وما يلي البرلمان، لما يكون عندنا مجلس تشريعي هناك دائما مناطق رمادية فيما يختص بالاختصاصات. الخلاف كان خلاف انه تم الدعوة لمدراء في وزارة الصحة من غير مشاورتي لاجتماع الطوارئ العليا، فأنا احتجيت قلت انه لازم تتم الدعوة عن طريقي انا، وحصل سوء التفاهم الدنيا رمضان وعادة الاجتماع بيكون العصر، لكن ابدا العلاقة جيدة جدا جدا، وعلاقة نفتكر انها جيدة فيما يختص بالتركيز على رفع الوباء والبلاء من هذه البلاد، والناس كلها متضافرة بغض النظر عن انهم جايين من وين، مدنيين وعسكر، سيادي وزراء، مصالح واتحادي ولائي، كلنا ممثلين في هذه اللجان، والعمل الحقيقي فيه درجة بتاع التجانس والفة ما ممكن تلقاها في أوقات تانية في حقب تانية في السودان. دكتور أكرم التوم وزير الصحة، نحن نشكرك على هذه الصراحة، الصراحة الصراحة التي تحدثت بها إلينا، وأنت تقود السودان كله في معركة ضد هذا الوباء، وباء كورونا، والذي وهي معركة لا يملك أي شخص يتفق أو يختلف معك إلا أن يتمنى لك فيها الانتصار. وبهذا نتمنى أن يأتي هذا العيد، عيد الفطر المبارك، ببشريات للشعب السوداني، ببشريات للعالم، يغير هذا الهم الذي يعانيه الآن، هذا الهم الذي غير حياته، هذا الهم الذي لا يدري كيف يتعامل معه ومتى ينتهي. ولكن ما نستطيع أن نقوله في هذه اللحظة أن هنالك جهود تبذلها الدولة، تقودها وزارة الصحة، ونتمنى لهذه الجهود أن تفلح في تأمين
سلامة الإنسان السوداني من هذه الجائحة كورونا. وإلى لقاء آخر، ونشكر جميع من جلسوا ليستمعوا إلينا، ونقول لهم عيد سعيد وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا.